الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، تقدم في هذا الباب، أقصد باب السواك وسن الوضوء، ما يتعلق بالسواك، فذكر ما يسن في السواك، ثم عطف على ذلك ذكر جملة من الآداب المتعلقة بسنن الفطرة، وذلك أن السواك معدود في سنن الفطرة، فقد جاء في أوسع حديث ذكرت فيه سنن الفطرة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظافر، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. ولذلك عطف المؤلف رحمه الله على ذكر السواك جملة من الآداب المتعلقة بسنن الفطرة. والمقصود بالفطرة هنا هي الخلقة المستقيمة التي خلق الله تعالى الناس عليها، كما قال تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها. فطرة الله التي فطر الناس عليها تتعلق بإفراد الله تعالى بالعبادة، وتتعلق بجملة من الآداب والخصال والطباع السوية التي جبل الله تعالى الناس عليها. كل مولود يولد على الفطرة، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة. وليس كل ما ذكره من سنن الفطرة، لكن غالب ما ذكر بعد السواك من سنن الفطرة. فمما ذكر من الآداب ليست من السنن المنصوص عليها في سنن الفطرة، لكنها في معناها الادهان. قال رحمه الله: ويدهن استحبابا غبا. يدهن أي يستعمل الدهن، ولم يذكر موضعه، فيشمل كل بدن الإنسان، رأسه ولحيته وسائر بدنه. وقوله استحبابا أي أن ذلك على وجه الاستحباب، وبما أنه ذكر أن ذلك على وجه الاستحباب فلا بد من دليل، لأن المستحب لا يثبت إلا بدليل. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله وغيره، ذكر إجماع على أنه لا يثبت لشيء وجوب ولا استحباب إلا بدليل، والدليل إما أن يكون نصا، وإما أن يكون مما يفهم بدلالة الخطاب وفحوى الخطاب، وإما أن يكون مما يوافق معنى المنصوص، فإن ما وافق معنى المنصوص يصلح أن يكون مندرجا فيما دل عليه النص. ولهذا لو قال قائل: ما الدليل الخاص الدال على استحباب الادهان؟ لم يرد في ذلك نص خاص، لكن جاء في ضمن ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك. قال رحمه الله: غبا أي أن ذلك لا على وجه الدوام، لأن فعل ذلك يفضي إلى الإرفاه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الإرفاه، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن من حديث عبد الله المغفل أنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا، وذكر ذلك المصنف رحمه الله. وفي رواية لعبد الله بن شقيق رضي الله تعالى عنه قال: كان ينهانا عن الإرفاه، قلنا: وما الإرفاه؟ قال: الترجل كل يوم. ففسر الإرفاه المنهي عنه بالترجل كل يوم. فقوله غبا مأخوذ من نهي صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا، و من نهيه عن الإرفاه. وقوله يوما بعد يوم هذا تفسير لغبا، يوما بعد يوم أي يدهن يوما ويوما لا يدهن. وتفسير ذلك بهذا النحو محل تأمل، وذلك أن الغب هو ترك الشيء أحيانا وفعله أحيانا، لكن لم يرد في ذلك ما يمكن أن يصار إليه بتحديد يوم أو يومين أو ما أشبه ذلك، وبالتالي يرجع في ذلك إلى العرف ولا يقيد بقيد إلا أن يأتي بذلك نص. قوله رحمه الله: لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل، لقائل يقول: ما وجه الدلالة في الحديث على الادهان والحديث نهى عن الترجل إلا غبا؟ الجواب أنه مما جرى به العمل في الترجل استعمال الدهن في ترجل الشعر وتسريحه، وذلك قال: والترجيل تسريح الشعر ودهنه. هذا بيان وجه الدلالة. وهل يثبت بهذا استحباب؟
الجواب نعم، يثبت بهذا الحديث استحباب مع أنه نهي، لكنه نهي عن إدامة ذلك، وهو منطوق الحديث. وأما مفهومه فهو طلب ذلك على الوجه الذي لا يكون دائما، فدل ذلك على الاستحباب. ولكون هذا قد ينازع جاء ما يعضده فقال لحديث أربع من سنن المرسلين: الحناء والتعطر والسواك والنكاح. وهذا الدلالة فيه مستفادة من قوله أربع من سنن المرسلين، وموضع الشاهد فيه قوله الحناء، فالحناء يكون في الشعر خضابا، وهذا يرافقه من الدهن ونحوه ما يكون دالا على ما ذكر المصنف رحمه الله من استحباب الادهان غبا. وقوله ويكتحل، هذا ثالث ما ذكره من الآداب بين يدي سنن الوضوء، فذكر أولا السواك ثم عقب بالادهان ثم جاء بالاكتحال، قال ويكتحل في كل عين وترا، أي ويستحب أن يكتحل أي يستعمل الكحل في كل عين وترا ثلاثا بالإثمد، وترا أي يقطع ذلك على وتر مرة ثلاث خمس على حسب ما تقتضيه حاجته. وقوله بالإثمد هذا بيان لأفضل ما يكتحل به وهو الإثمد المطيب، قال كل ليلة، أي أن يفعل ذلك كل ليلة قبل أن ينام. ومستند ذلك قال لفعله عليه الصلاة والسلام، رواه أحمد وغيره عن ابن عباس. وهذا الذي أشار إليه في دليل هذا الفعل لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يصح في الاكتحال حديث يستند إليه، بل ما ورد فيه إما ضعيف وإما ضعيف جدا وإما موضوع، فلم يصح في الاكتحال شيء يصار إليه بمعنى أنه يفيد الاستحباب والسنية. وقوله رحمه الله ويكتحل وترا، لم يقيد المؤلف رحمه الله ذلك بسبب، يعني لم يقيده بالتداوي أو بغيره. وهذا هو المذهب، أن الاكتحال الذي يسن يشمل الاكتحال للتداوي والاكتحال لغير ذلك، كاكتحال الإنسان لعادة أهل بلده أو للتجمل ونحو ذلك. وهذا من مسائل الخلاف بين الفقهاء في استحباب الاكتحال، فالذين ذكروا الاستحباب أو السنية قالوا إن ذلك على وجه التداوي، وأما إذا اكتحل تزينا فلهم في ذلك ثلاثة أقوال: الكراهة والاستحباب والتحريم، فثمة ثلاثة أقوال في الاكتحال تزينا. وذا ظاهر المذهب أنه يجوز الاكتحال لأجل التزين، لأنهم لم يقيدوا ذلك بما يكون تداويا، وإن كان ظاهر الكلام ظاهر السياق الذي ذكروا فيه أنه على وجه المعالجة لا على وجه طلب الجمال والحسن، لأن الاكتحال الذي يكون في نحو ما ذكروا لا يكون عادة تزينا، إنما يكون تداويا، حيث إنهم قالوا كل ليلة قبل أن ينام، وهذا في العادة لا يطلب، أنهم لا يطلب له تزين، لكن لو فعله تزينا الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه يندرج في عموم ما ذكروه، لأن الكحل يستعمل لهذا الغرض. وذهب الحنفية إلى الكراهة، ولمالك قولان في المسألة، المشهور على المالكية التحريم، تحريم الاكتحال تزينا، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الاكتحال مجموع ما جاء فيه من نصوص يدل على استحبابه، ولا فرق في ذلك بين أن يفعل تزينا أو أن يفعل تداويا. وأما تحديده بما ذكر من كون ذلك ثلاثا، فهذا لعموم ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب أن يقطع العمل على وتر، إن الله وتر يحب الوتر. قوله رحمه الله ويسن نظر في مرآة وتطيب، ويفطن إلى نعم الله تعالى ويقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار، لحديث أبي هريرة. قال رحمه الله يسن نظر في مرآة، يسن نظر في مرآة، هذا بيان لأدب من الأداب المتعلقة بجملة ما يتحلى به المؤمن، وهو النظر في مرآة. نظر في المرآة لأجل أن يصلح ما يحتاج إلى إصلاحه، ولأجل أن يحمد
الله تعالى على ما أنعم عليه به من حسن الخلقة. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله قال: ويقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار، لحديث أبي هريرة. وقد جاء ذلك في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، في مسند الإمام أحمد. وقد صححه جماعة من أهل العلم، وأخذ منه بعض أهل العلم استحباب النظر في المرآة، لأن هذا ذكر ورد في هذه الحال وهو النظر في المرآة، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الاستحباب يحتاج إلى ما هو أوضح من هذا وأجلى، فإن غاية ما في الحديث هو أنه يستحب أن يقول هذا القول عند نظره في المرآة، وليس أن ينظر في المرآة، وفرق بين الأمرين. قال رحمه الله: وتطيب، أي ويسن التطيب. وقد تقدم في قول النبي صلى الله عليه وسلم أربع من سنن الفطرة: الحناء والتعطر. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالطيب مما حبب إليه صلى الله عليه وسلم، فهو من المستحبات ومن السنن التي ينبغي أن يحرص عليها المؤمن. قال رحمه الله: وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر أو مع الذكر وجهان، بالضم والكسر. وبالضم ضد النسيان، وقيل هما لغتان، أي أنه المعنى واحد، كلاهما يدل على ضد النسيان، وهو تنبه الإنسان للشيء واستحضاره له، سواء كان بالضم أو بالكسر. وقوله رحمه الله: تجب التسمية، أي قول بسم الله. وإذا قال الشارح: أي يقول بسم الله، ولا يحتاج أن يتمها الرحمن الرحيم، لأن التسمية تحصل ببسم الله. قال: لا يقوم غيرها مقامها، أي لا يحصل المقصود إلا بهذا الذكر دون غيره، فلو كبر أو سبح أو حوقل أو أتى بما هو تعظيم لله عز وجل لم يتحقق ما يطلب في هذه الحال من التسمية في الوضوء. واستدل لذلك بقوله لحديث أبي هريرة مرفوعا، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث عمدة المذهب في وجوب التسمية للوضوء، فإن قوله لا صلاة نفي للصلاة المشروعة، والأصل في النفي كما هو معلوم أن يتوجه إلى الشيء وجودا وحقيقة، فإن لم يستقم النفي بأن وجد الشيء فيحمل على الصحة، فإن دل الدليل على الصحة حمل على الكمال. هذا الذي عليه أكثر أهل العلم فيما يتعلق بما يتصل بالترتيب الذي يصار إليه عند ورود نفي كهذا. فقول لا صلاة لمن لا وضوء له نفي للصلاة لمن لا وضوء له، وهذا محل إجماع. وقول ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، هذا موضع الشاهد، أي لا يصح وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه بأن يقول بسم الله. وهذا من ما استند إليه الحنابلة رحمهم الله في وجوب التسمية، لأن قوله لا وضوء نفي لصحة الوضوء الذي لم يذكر اسم الله عليه. وقد نوقش استدلال بهذا الحديث بأنه حديث ضعيف، ونوقش أيضا بأن النفي في هذا الحديث نفي للفضيلة والكمال وليس نفيا للصحة، جمعا بينه وبين الأحاديث الأخرى في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن الأحاديث الأخرى التي وصف فيها وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها ذكر للتسمية، فدل ذلك على أن قوله ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه نفي فضيلة وكمال، على القول بصحة الحديث وثبوته. وقوله رحمه الله: وتسقط مع السهو، أي وجوب التسمية في الوضوء يسقط مع السهو، وهذا بيان لمعنى قوله مع الذكر، لأن الوجوب مقيد بالذكر، فإذا لم يذكر بأن نسي أو سهى سقطت التسمية. وقوله وتسقط مع السهو مقصودهم أنه إذا أتم وضوءه ولم يذكر التسمية إلا بعد فراغه من وضوئه فإنها تسقط، أما إن ذكرها أثناء الوضوء فإنه يستأنف، أي إذا ذكرها في أثناء وضوئه فإنه يستأنف الوضوء
وقد ذكر ذلك أي وجوب الاستئناف في الإنصاف وفي مطالب أولو النهى. وأما في الإقناع فقال وإن ذكرها في إثنائه سمى وبنى، وهذا يفيد أن في المذهب قولا آخر وهو أنه إن ذكرها في أثناء الوضوء فإنه لا يستأنف، فقول وتسقط مع السهو أي يسقط وجوبها مع السهو، فإن ذكرها بعد الفراغ سقطت، وإن ذكرها في أثناء وضوئه فثمة قولان، القول الأول في المذهب وهو المذهب أنه يستأنفه يسمي ويستأنف، والقول الثاني أنه إن ذكرها في الأثناء سمى وبنى. وقوله رحمه الله وكذا غسل وتيمم أي ويجب التسمية في الغسل والتيمم لأنهما طهرتان يثبت فيهما ما يثبت في الوضوء، وذكر الوضوء هنا لا على وجه الحصر إنما المقصود به ما يكون بين يدي الصلاة من الطهارة، هذا وجه الدلالة. وما يكون بين يدي الصلاة من الطهارة ثلاثة أنواع، إما غسل وإما وضوء وإما تيمم على حسب حال القائم إلى الصلاة. وذكر الوضوء على وجه الخصوص لأنه الغالب الذي يكون في حال الإنسان أن يحتاج إلى وضوء، ومعلوم أن ما خرج مخرج الغالب لا يفهم منه قصر الحكم عليه، فلا يؤخذ من مفهوم المخالفة أنه لا يجب في غير الوضوء، هذا وجه الدلالة في قول وكذا غسل وتيمم. فقول لا صلاة لمن لا وضوء له يفهم منه أن لا صلاة لمن لا غسل له فيما إذا كان الواجب هو الغسل، ويفهم منه أنه لا صلاة لمن لا تيمم له إذا كان الواجب هو التيمم، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه يفهم منه، ولا غسل لمن لم يذكر اسم الله عليه لمن كان الواجب في طهارته الغسل، وفي التيمم ولا تيمم لمن لم يذكر اسم الله عليه لمن كان الواجب في طهارته التيمم. والذي يظهر والله تعالى أعلم في هذه المسألة أن التسمية بين يدي الوضوء والغسل والتيمم سنة مستحبة وليست واجبة، وذلك لضعف الحديث الوارد، فقد تكلم على هذا الحديث جماعة من أهل العلم وبينوا أنه ما من طريق إلا وقد تكلم فيه، ولقائل أن يقول من أين استفيد الاستحباب إذا كان الحديث ضعيفا؟ فالجواب أن من الفقهاء من ذكر قاعدة وهي أنه إذا تضمن الحديث أمرا وكان ضعيفا ضعفا ليس بالشديد فإن الأمر في هذا الحديث يحمل على الاستحباب، وإن كان نهيا فإنه يحمل على الكراهة، ذكر ذلك ابن مفلح في كتاب النكت على المحرر. وهذا يشكل عليه ما تقدم قريبا من حكاية الإجماع على أنه لا يثبت وجوب ولا استحباب إلا بدليل أي إلا بنص صحيح، والإجابة على هذا أن الاستحباب الثابت بالحديث الضعيف الذي ليس بشديد الضعف هو من باب احتمالية ثبوت الحديث، وليس أنه إثبات حكم بلا دليل أو بحديث شديد الضعف لا يحتج به. وأما بخصوص التسمية فيمكن أن يقال إنه يدل على استحباب التسمية ما جاء في النسائي من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه توضؤوا بسم الله، وهذا يفيد الاستحباب، فإن قول توضؤوا بسم الله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اسم الله على الوضوء فأمرهم بالوضوء بسم الله عز وجل، وهذا يدل على الاستحباب. قوله رحمه الله ويجب الختان هذا من سنة الفطرة، وهو مما ذكره المؤلف رحمه الله استطرادا، وقد تقدم أن سنة الفطرة متعددة، والختان من سنة الفطرة جاء النص عليه في حديث أبي هريرة، ففي الصحيح قال صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس، الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الآباط، والحديث في الصحيحين. وأما حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ففي صحيح الإمام مسلم ذكر جملة من سنة الفطرة ولم يتضمن ذكر الختان، إنما الختان ثابت بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في ذكر سنة الفطرة في الصحيحين، خمس من الفطرة أو الفطرة خمس، الختان والاستحداد وتقليم الأظافر ونتف الإبط وقص الشارب. وهذه المذكورات في الحديث هي من الآداب والسنن التي رعاها النبي صلى الله عليه وسلم وندب إليها، وليست من الفرائض والواجبات فيما يدل عليه الحديث.
قوله رحمه الله: ويجب الختان عند البلوغ ما لم يخف على نفسه ذكرا كان أو خنثى أو أنثى، فالذكر إلى آخره. ابتداء ذكر رحمه الله وجوب الختان، وهذا ذكر للحكم، والختان يتبين بما سيذكره في موضع الختان. فالختان في اللغة القطع، وفي الاصطلاح في الذكر قطع الجلدة الساترة الحشفة، وللأنثى قطع جلدة فوق محل العلاج تشبه عرف الديك. هكذا عرفها الفقهاء على اختلاف مذاهبهم، فلا خلاف بينهم في أن الختان في الذكر قطع الجلدة الساترة للحشفة، وفي الأنثى قطع جلدة فوق محل العلاج تشبه عرف الديك، كما سيأتي في بيان المؤلف رحمه الله. ولا خلاف في كون الختان من سنة الفطرة كما تقدم قبل قليل، وقد جاء النص عليه في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وحكي الإجماع على مشروعيته. نقل ذلك ابن حزم وابن عبد البر وابن العربي وابن تيمية وغيرهم. وأما ما يتعلق بمرتبته في المشروعية فهذا محل خلاف بين العلماء، يعني الاتفاق منعقد على مشروعيته، يعني على أن الشريعة جاءت به وندبت إليه، لكن ما مرتبة هذه المشروعية وقع خلاف بين أهل العلم، فذهب الحنابلة إلى الوجوب وهو مذهب الشافعية. ولم يذكر المؤلف رحمه الله هنا دليل الوجوب، وإنما ذكر الحكم. وبالنظر إلى الأدلة التي استدل بها على الوجوب ليس في ذلك شيء ظاهر في الدلالة على الوجوب، فحديث أبي هريرة لا يدل على الوجوب، لأنه ذكر أن ذلك من السنن حيث قال خمس من الفطرة الختان، وهذا لا يدل على الوجوب، إنما بيّن أن ذلك مما جرى به مقتضى الفطرة والجبلة السوية. واستدلوا أيضا بما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختتن إبراهيم النبي عليه السلام وهو ابن 80 سنة بالقدوم، أي مستعمل القدوم في ختانه. وقالوا إن إبراهيم عليه السلام نحن مأمورون باتباع سنته والجري على ملته، وهذا من سنته فكان واجبا، ولكن هذا ليس فيه دليل، لأن هذا فعل، وإذا كان فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو الذي أمرنا باتباع على وجه الخصوص، فعله لا يدل على الوجوب إنما يدل على الاستحباب، فغيره من باب أولى. ولذلك الرواية الثانية على الإمام أحمد أنه لا يجب مطلقا، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة. وأقوى ما استدل به القائلون بالوجوب ما جاء في مسند إمام أحمد وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لصحابي أسلم: ألقي عنك شعر الجاهلية واختتن. وهذا الحديث ضعفه جماعات من أهل العلم، فضعفه الحافظ بن حجر وضعفه ابن القيم. وعلى القول بثبوته فإنه لا يدل على الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك كل من أسلم، فأمره صلى الله عليه وسلم لصحابي بذلك يدل على الاستحباب ولا يدل على الوجوب، بدلالة أنه لم يشتهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل من أسلم بهذا الأمر. هذا على القول بصحة الحديث وثبوته، على أن أكثر أهل العلم على تضعيف هذا الحديث وعدم صحته. هذا ما يتصل بقوله رحمه الله: ويجب الختان، وقيد الوجوب ما لم يخف على نفسه، فإن كان يخاف على نفسه فإنه لا يلزمه، يسقط الوجوب. وقوله عند البلوغ، هذا بيان منتهى الوقت الذي يكون فيه البلوغ، فالبلوغ مشروع لكن يتحقق الوجوب عند البلوغ لأنه سن التكليف. وقوله ذكرا كان أو خنثى أو أنثى دلالة على عموم وجوب الختان، وذلك أن الأدلة لم تفرق بين الذكر والأنثى. والذي عليه جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية في قول، وكذلك الحنابلة وهو قول أكثر العلم، أن الختان لا يجب على النساء، وإنما يستحب الختان للمرأة ولا يجب. واستدلوا للاستحباب بحديث أبي هريرة: الفطرة خمس الختان، وهذا مما يشترك فيه الرجال والنساء، لأن الختان القاطع وما يقطع موجود عند الرجل وعند المرأة، فقالوا هو من السنة المشتركة، لكن جعلوه واجبا في الرجال ومستحبا في النساء.
ومما يدل على أن الختان يكون في النساء أيضا كما يكون في الرجال ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فدل على أن المرأة تختن كما يختن الرجل لقول إذا التقى الختانان، أي موضع الختان سواء ختن أو لم يختن. وطرد القول أن يقال إن الختان لا يجب بل هو مستحب للرجال والنساء على حد سواء، وهذا القول أقرب إلى الصواب، وهو الرواية الثانية عن أحمد رحمه الله قال فالذكر يأخذ جلدة الحشفة. الحشفة هي رأس الذكر، وسمي رأس الذكر بالحشفة لأنه يشبه حشف التمر، وسمي بهذا تشبيها له بحشف التمر وهو ما يبس منه. قال والأنثى تأخذ جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك، وتقدم هذا في التعريف. قال ويستحب ألا تؤخذ كلها أي في المرأة، وذلك لتأثير الأخذ الكامل على رغبة المرأة وشهوتها. قال والخنثى يأخذها أي يأخذها من الموضعين، لأن لا عنده آلة ذكر وآلة أنثى ولم يتبين، فإذا تبين كان المشروع في ما تبين فيه من جنس، فإن كان تبين أنه ذكر كان في الذكر، وإن تبين أنه أنثى كان في ما يكون فوق محل العلاج. قال وفعله أي الختان زمن صغر أفضل، لأنه أيسر وأسهل وأقل ألما من الكبير. قال وكره في سابع يوم من الولادة إليه، أي ويكره الختان في الأيام السبعة الأولى من ولادته، والسبب في هذه الكراهة خشية تضرره لضعف بنيته، وهذا هذه الكراهة لا دليل عليها، إنما قالوا بها لمراعاة دفع الضرر عن الصغير، إذ قد لا يتحمل ما يكون من ختان وقطع في هذا الزمن. وفي رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه لا يكره، وهذه الرواية هي الأقرب إلى الصواب. واليوم يحصل الختان في هذه المدة ولا يحصل ضرر لتقدم حال الناس في الطب وما يكون من العلاج، وقد يكون أيسر للطفل إذ إن الإحساس عنده في هذه الفترة ليس مكتملا، فيكون الألم الذي يصيبه دون ما يصيبه إذا كبر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.